اللهم امين. وتحية لك مرة ثانية يا منى ولكل المساهمين في المبادرة العظيمة جدا. وزي ما شرت انه العضوية في مبادرة زي مبادرة توصلني والله تعتبر عضوية شرفية جدا وتشريفية. تحية لهم جميعا، وهذا إسهام كبير جدا في حق هذا الوطن السودان الذي يحتاج للكثير حتى نمضي في طريق البناء. مجموعة من التقارير في انتظار حضراتكم. هذا هو التواصل بيننا وبينكم، يمتد دائما عبر صباح الشروق. لكل أمر بداية، وبداية رحلتنا إحساس يدفعنا وبقوة للغوص في أعماق التاريخ. فالرحلة لن تكون عبر ساعة زمنية تفصل بين زمانين مختلفين، وإنما من خلال السيارة. بالطريق طافت بخاطري أفكار وحكايا عن حياة لم أرها وإنما سمعت عنها، عن هذه الأرض التي سكنها أناس غيرنا فعمروها وحالوها حضارة وسلطنة. فالعبور إلى التاريخ إنما هو انفصال عن واقعنا الذي نحن فيه. على مشارف قرية رونغا نجد أنفسنا مجبرين على التوقف ولو لدقائق، ليس لتعب أو نصب، وإنما نحن على مقربة من آخر ملوك مملكة الفونج، الملك بادي والطبل المدفون في منطقة رونغا. ولعلها من المعلومات التاريخية الغائبة عن أذهان الكثيرين حول مكان وجود آخر ملوك الفونج، فقبره يمثل خيطا لرحلة بحث عن مكان بقية الملوك. هنالك الكثير من الأسرار دفنت مع موت الملوك، وأن لا أحد يعلم أين بقية مقابر الملوك، إلا أنه يقطع الحديث عن هذا الأمر إلى حين ويدفع بنا للتوجه مباشرة إلى عمق مقصدنا الرئيسي، منطقة رونغا. دخلناها ضحا، فسمة المنطقة البارزة هي الهدوء والسكون وصفو المكان، فكل شيء في رونغا يبعث على الإطمئنان ويدفعك هذا الصفاء لمعرفة سر جمالها وسحرها. فمعظم الطرق هنا تؤدي إلى عمق القرية، وعمق القرية يمنحك الإحساس لاختيار متكئ وريف، وهذا المتكئ باتجاه النيل الأزرق منبع كل هذا الجمال والألق الأخضر. بالنسبة لسكان رونغا فإن حياتهم ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبساتين والنيل، فالثمار التي تجنى من أشجار المانجو والجوافة والموز هي مصدر دخل الأسر هنا، غير أن رسوخ فكرة أن قريتهم ما زالت تحتفظ بسر جمالها منذ مئات السنين وتخلب ألباب الناظرين يجعلهم يتمسكون بالعيش هنا. وإن ضنت عليهم الطبيعة وجف النيل مرة بعد مرة. ويقول باحثون في تاريخ السلطنة الزرقاء إن وصول الملوك إلى هذه المنطقة بالذات بغرض الاستجمام إنما لقربها من سنار المدينة. من قدسية الفونج للنيل جاءت قدسية المكان، فنهر النيل الأزرق المنبسط بكل سعة ورحابة يوفر أسبابه روعة رونغا. فعلى هذه الضفاف وقبل 500 عام وأكثر كانت الحياة عامرة هنا، والملوك يقدمون في رحلتهم السنوية طلبا للهدوء والاسترخاء. وفي رونغا تجد نفسك في مواجهة لوحات تزين فضاء ومساحات القرية، لوحات فيها من العمق ما يجعلها راسخة في الذاكرة ولا تنسى. يقول الأهالي عن شجرة الدليب هذه إنها شاهد عصر على حقب زمانية متعددة، وإنها رمز فأل لهم، فمنظرها يوحي بأن جمال الماضي ينعكس في أفاق المستقبل، هكذا يقولون، وهم يحيطون بنا محبة وإلفة ببساطة الإنسان السوداني وسماحة أهل رونغا التي احتضنت كل القبائل. تحدثوا معنا حول الزراعة والبساتين وجمال قريتهم، وأفاضوا في قصص التاريخ وحكايا الفونج إلى أن اختلفوا في عدد ملوك السلطنة
ليحتكبوا بعد ذلك إلى عمر عدلان حفيد الفونج الذي كان مستعدا ليجيب عليهم. هيرونغا تاريخ وضي وإنسان جميل ونبيل وحياة تحفها البركة واليقين بأن ما قسمه الله لهم من نعمة هو من فضل الله عليهم. رونغا التي أشجت أوصال ملوك الفونج حينا من الزمان عندما قدموا إليها، ها نحن وبنفس الإحساس نغادرها وفي القلب شوق لها.